أيها الحضور الكرام، أما الآن نستمع إلى قراءة المباركة من مشارك الأول. ستتلو علينا ما يتيسر لها من سورة البقرة الآية 144. Our first reciter will recite the Holy Al-Quran from Surah Al-Baqarah from verse 144. الذين يؤمنون
صدق الله العظيم. وهكذا حفظ الكريم مع التلاوة المباركة لآيات الله البينات